السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ نكمل مع بعض دلوقتي السكشن بتاع الدي سي ماشين. طبعا الدكتور شرح السبيد كنترول والستارتنج بتاع الدي سي ماشين، على اساس دوت احنا هنكمل ان شاء الله حل المسائل. هنكمل ان شاء الله نخلص الشيت النهاردة بتاع الدي سي ماشين. اول حاجة، اول مسألة احنا وقفنا المرة اللي فاتت عند المسألة رقم 18. المسألة رقم 18 بتقول لي دي سي شنت موتور هاز ارميتشر اند فيلد ريزيستنس 1 and 250 ohm. يعني الارميتشر ريزيستنس بتساوي 1 ohm والفيلد ريزيستنس بتساوي 250 ohm. تمام، احنا اتفقنا ان احنا نكتب الجيفن كده على جنب عشان نعرف ايه هي الجيفن وايه هي المطالب اللي المسألة عايزاها علشان نعرف نحل المسألة وتكون كل الجيفن واضحة قدامنا. طيب it's run at 1000 RPM at no load، يعني بيقول لي ان سرعة الموتور دوت عند النو لود، يعني مش متوصل لود على الموتور دوت، كانت السرعة ب 1000 RPM. يعني هنسميها ال N no load بتساوي 1000 RPM. taking a current of 10 أمبير، التيار عند النو لود كان بيساوي 10 أمبير. from 220 فولت سبلاي، السبلاي فولت بتاعي ب 220 فولت 250 فولت، وطبعا السبلاي فولت ما بيتاثرش سواء نو لود او فول لود، السبلاي فولتج هو كونستانت الا اذا ذكر لي ان هو هيعمل سبيد كنترول وهيغير السبلاي فولتج. تمام، كالكيوليت اتس سبيد اند افشنسي وين تيكينج اكرنت اوف 80 امبير. عايز السبيد والافشنسي بتاعه الموتور لو الموتور دوت سحب 80 امبير. اسيوم فريكشن اند ماجنتيك لوسز ار كونستانت، عايز يقول لك ان الفريكشن لوسز سواء في الحاله الاولانيه عند النو لود او سواء في الحاله الثانيه عند اللود، هما الاثنين هيبقوا بيساووا بعض اللوسز يعني. تمام، في طريقتين للحل، احنا هنشرح الطريقتين او ممكن نشرح طريقه والمساله اللي بعدها هنشرح بالطريقه الثانيه. طيب اول حاجه احنا اتفقنا ان احنا اول ما يديني المساله كده بروح اجيب ايه، بجيب ما دام قال لي شنت موتور بروح اجيب التيار بتاع الفيلد. التيار بتاع الفيلد اللي هو الفولت بتاع السبلاي على ريزيستنس بتاعه الفيلد، اللي هو الفولت بتاع السبلاي اللي مديهولي ب 250 فولت، والريزيستنس بتاعه الفيلد مديهالي ب 250 اوم، يعني التيار بتاع الفيلد بيساوي 1 امبير. تمام كده قدرت ان انا اجيب التيار بتاع الفيلد. طب عايز اجيب التيار بتاع الارميتشر عند الحاله الاولانيه في حاله النو لود. طيب التيار التوتال اللي كان سحبه اللي كان موجود عندي في الدايره كان 10 امبير، انقص منه التيار بتاع الفيلد يديني التيار بتاع الارميتشر عند النو لود اللي هو بيساوي 9 امبير. طيب قدرت ان انا اجيب كده التيار بتاع النو لود وقدرت اجيب التيار بتاع الفيلد، طب هستخدمهم في ايه؟ هو هقدر ان انا استفاد منهم في ايه؟ هو مش قال لي ان الفريكشن لوسز كونستانت. طب ما اقدر، طب ما انا علشان اجيب الافشنسي عند اللود دوت محتاجه ان انا اقول ان هو الباور اوتبوت على الباور انبوت. الباور انبوت انا هقدر ان انا اجيبها، طب الباور اوتبوت مش هقدر ان انا اجيبها، اجيبها ازاي؟ عن طريق لو انا عرفت الباور كونستانت او الباور لوسز اقدر ان انا اطرحها من الباور انبوت، فاقدر ان انا اجيب الباور اوتبوت عند اللود اللي عندي ده. تمام، طيب اقدر ان انا اجيب الباور فريكشن ازاي؟ اول حاجه عند النو لود الباور انبوت كانت بتساوي الباور كابر بتاع الارميتشر زائد الباور كابر بتاعه الفيلد زائد الباور فريكشن. انا ممكن اقول ان الباور كابر بتاعه الفيلد بلس الباور بتاعه الفريكشن هما الاثنين دول كونستانت، لان هو ما قالكش ان هو غير الفيلد. تمام، يعني الفيلد هنا هيبقى سواء في النو لود او في اللود هيبقى ثابت، فاقدر ان انا اسمي الاثنين باور دول هو بي كونستانت واعتبرها ان هي باور ثابته. تمام كده، يعني الباور انبوت اقدر ان انا اجيبها 250 في 10 امبير هتساوي 2500 واط. طيب الباور كونستانت ديت اقدر ان انا اجيبها، اقدر ان انا اجيبها لان انا عندي الباور انبوت، واقدر اجيب الباور كبر بتاع الارميتشر اللي هو الاي اي تربيع في الريزيستنس بتاعه الارميتشر. الاي اي تربيع انا لسه جايباها، يعني 9 امبير تربيع في الريزيستنس بتاعه الارميتشر اللي هو مديها لي ب 1 اوم. قدرت ان انا اجيب الباور كونستانت اللي هي موجودة عند النو لود اللي هي 2419 واط. طيب قال لي ان الباور كابر في الحالة الاولانية
نفس الباور كابر قصدي الباور كونستانت في الحالة الأولانية هي بتساوي الباور كونستانت في الحالة التانية. يعني في الحالة التانية الاي لود الاي ال كانت بتساوي 80 امبير. 80 امبير احنا جايبنا تيار الفيلد واتفقنا ان هو ثابت بواحد امبير، يعني اقدر اجيب تيار الارميتشر في الحالة التانية هيطلع ب79 امبير، والباور انبوت اقدر ان انا اجيبها من عند التيار وعند الفولت 250 في 80 امبير هيبقى بيساوي 20,000 واط او 20 كيلو واط. تمام. طيب الباور انبوت اتفقنا ان هي بتساوي الباور اوتبوت زائد الباور كونستانت زائد الباور كابر بتاع الارميتشر. طيب الباور انبوت موجود عندي ب20 كيلو واط اهي، الباور اوتبوت مش عندي انا محتاجه ان انا اجيبها. الباور كونستانت ما احنا اتفقنا ان هي بتساوي 2419 واط. تمام. الباور كبر بتاعه الارميتشر اللي هي عباره عن الاي اي تربيع في الريزيستنس، بس الاي اي دلوقتي في الحاله الثانيه ب79 امبير، يعني اعوض 79 امبير تربيع في الريزيستنس اللي هي بواحد اوم، هقدر ان انا اجيب الباور اوتبوت اللي موجوده في الحاله الثانيه، يعني اقدر اجيب الافشنسي بتاعه الحاله الثانيه عن طريق الباور اوتبوت على الباور انبوت. الباور اوتبوت انا لسه جايباها اهو طلعت ب 11340 واط، والباور انبوت انا جبتها برضو ب 20000 واط، قدرت ان انا اجيب الافشنسي طلعت ب 56.7%. طيب ممكن احل المساله بحل تاني خالص. طيب ممكن اقول ان الباور ديفلوب، نبدا بقى من الاول خالص تاني، الباور ديفلوب هتبقى بتساوي ال E A في ال I A. طيب ال E A في ال I A، ال E A ديت بتساوي ايه؟ مش اتفقنا ان هي بتساوي الفولت بتاع السبلاي ناقص ال I A في ال R A؟ طب ما ال I A انا عارفاها اللي هي بتسعة امبير، وال R A انا عارفاها برضو بواحد اوم، والفولت انا عارفاه، والتيار بتاع الارميتشر برضو انا عارفاه اللي هي بتسعة امبير. يعني اقدر اجيب الباور ديفلوب في الحالة الاولانية اللي هي عند النولود طلع ب 2169 واط. طب هو عند النولود مش الباور اوتبوت بيساوي زيرو لان مفيش اصلا لود ساحب باور. تمام. يعني الباور ديفلوب اللي انا جبتها ديت هو عبارة عن الباور فريكشن اللي موجود في الموتور، يعني الباور دي كلها رايحة كفريكشن لوسز في الموتور. طيب ماشي اوكي، يبقى كده الباور ديفلوب في الحالة الاولانية هي الباور ديفلوب في الحالة التانية، لان دي كده عبارة عن الباور فريكشن، سوري الباور فريكشن في الحالة الاولانية بتساوي الباور فريكشن في الحالة التانية، يعني الباور فريكشن في الحالة التانية عند اللود بتساوي 2169 واط. تمام. يعني ال IL بتاعة الحالة التانية يساوي 80 امبير، يعني التيار بتاع الارميتشر احنا جبناه في الحالة التانية ب 79 امبير، والباور ديفلوب في الحالة التانية بيساوي EA بلس ال IA. طب ال EA ديت مش بتساوي الفولت ناقص التيار بتاع الحالة التانية في الريزيستنس. تمام. اقدر ان انا اجيب الباور ديفلوب في الحالة التانية، قدرت ان انا اجيبها اهي ب 13509 واط. طيب مش الباور اوتبوت بتساوي الباور ديفلوب ناقص الباور بتاعت الفريكشن؟ طب الباور ديفلوب في الحاله الثانيه عند اللود قدرت ان انا اجيبها. طب الباور فريكشن في الحاله الثانيه ما احنا اتفقنا ان هي بتساوي الباور فريكشن في الحاله الاولى. تمام. يعني هطرح ال 13509 ناقص 2169، قدرت ان انا اجيب الباور اوتبوت اللي موجوده في الحاله الثانيه عند اللود. تمام كده. يبقى الافشنسي هتبقى بتساوي الباور اوتبوت على الباور انبوت في المية، هيبقى بيساوي الباور اوتبوت اهوت اللي هو ب 11340 واط على الباور انبوت في الحالة التانية اللي هي كانت عبارة عن 250 فولت في 79 امبير، قدرت ان انا اجيب الافشنسي طلعت نفس هي هو نفس الحل ب 56.7%. طيب هو دلوقتي عايز يحسب ال السبيد في الحالة التانية. طب ما هو السبيد في الحالة التانية ممكن ناخد العلاقة اللي هي بتربط الاي اللي هي البيك ام اف او الاي ديت بالسرعة، يعني نقول اي 2 على اي 1 بتساوي ان 2 على ان 1، لان هو ما قاليش دلوقتي ان الفيلد اتغير، الكيفاي ثابتة. تمام. طب انا عندي الاي 2 انا جبتها، انا كنت جايباها
وال E واحد برضو انا كنت جايباها، ال N اتنين هو اللي محتاجها، ال N واحد هي عندي مديهالي 1000 RPM، اقدر ان انا اعوض في القانون واجيب ال N اتنين اللي هي السرعة في الحالة التانية هتطلع تقريبا ب710 RPM. تمام. المسألة اللي بعد كده بيقول لي 250 فولت شنط موتور having an armature resistance، الريزيستنس بتاعت الارميتشر ب3 من 10 اوم، والفولت ب250 فولت، تمام كده، والفيلد ريزيستنس ب250 اوم taking 4 امبير when running on load، on no load المفروض هي on no load، معلش ناقص كلمة، يعني التيار في حالة النو لود بيساوي 4 امبير. تمام. calculate the efficiency when taking current of 20 و40 و60، يعني عند كل حالة، يعني عندي 20 امبير احسب لي الافشنسي، وعند 40 امبير احسب لي الافشنسي، وعند 60 امبير احسب لي الافشنسي. also the full load speed regulation، وعايز ال speed regulation express as a percentage of no load speed، يعني عايز ال speed regulation نسبة الى او نسبة في المية من ال full load. تمام. الفول لود كارنت، عند الفول لود كارنت 80 امبير ستيت اني اسامشن ميد، يعني لو عملت اني اسامشن قول انت عملته ازاي او عملت ايه يعني. تمام. الجيفن اللي موجودة عندي ايه هي؟ الفولت ب250 فولت، الفولت سبلاي، الريزيستنس بتاعت الارميتشر ب3 من 10 اوم، طب الريزيستنس بتاعت الفيلد ب250 اوم، التيار عند النو لود كام؟ ب4 امبير. هو عايز يحسب الافشنسي، احنا ممكن ناخد حالة واحدة اللي هي عند 60 امبير عشان نحسب الافشنسي وعشان نحسب السبيد ريجوليشن، واللي هيرسى على التيار ال 60 امبير هيرسى على نفس التيار اللي ب20 امبير وعلى ال 40 امبير برضه. تمام. اول حاجة اتفقنا هنروح نحسب، ما دام انا عندي الفولت التيرمينال والريزيستنس بتاعت الفيلد، نحسب التيار بتاع الفيلد ونحسب التيار بتاع الارميتشر. نحسب التيار بتاع الفيلد اللي هو 250 فولت على 250 اوم هيطلع لي بواحد امبير. تمام. بعد كده نحسب عند الحاله الاولانيه عند النو لود التيار بتاع الارميتشر عند النو لود كان بيساوي قد ايه؟ الاربعه اللي هي النو لود كارنت التيكنج فروم ذا سبلاي ناقص التيار بتاع الفيلد هيطلع ب3 امبير. اقدر ان انا احسب الاي عند النو لود بتساوي 250 ناقص 3 في 3 من 10 اللي هي الارميتشر كارنت في الريزيستنس بتاعت الارميتشر، هتطلع بتساوي 249.1 فولت. طب انا هستفيد ايه من الاي ديت؟ طب انا من الاول ابدا المساله ازاي؟ او ايه هو اللي انا محتاجاه؟ هو انا محتاج الافشنسي. طب هي الافشنسي كانت بتساوي ايه؟ بتساوي الباور اوتبوت على الباور انبوت. طب اقدر اجيب الباور اوتبوت؟ اقدر اجيب الباور اوتبوت ما دام عندي التيار وما دام عندي الفولت بتاع السبلاي. طب اقدر اجيب الباور اوتبوت ازاي؟ الباور اوتبوت المفروض ان هي بتساوي الباور انبوت ناقص الباور فريكشن او الباور لوسز اللي موجوده في الدايره. طيب انا عندي الباور لوسز، عنديش الباور لوسز، طب اجيب الباور لوسز ازاي او اجيب الباور فريكشن ازاي؟ ممكن استخدم بقى الحاله الكيس الاولانيه اللي هو مديهالي عند النو لود، ان انا احسب الباور بتاعه الفريكشن، وهو قال لي ستيت اني اسامشن ميد، هفترض ان الباور بتاعه الفريكشن في الحاله الاولانيه بتساوي الباور بتاعه الفريكشن في الحاله الثانيه، يعني الباور بتاعه الفريكشن عند النو لود هتبقى بتساوي الباور بتاعه الفريكشن عند اللود. تمام كده. يبقى قدرت ان انا اجيب الباور بتاعه الفريكشن، قدرت ان انا احسب الافشنسي. يبقى كده انا عرفت انا عايزه احسب ايه. عايزه احسب دلوقتي الباور ديفلوب في الحاله الثانيه، في الحاله الاولانيه، عشان اقدر اقول ان الباور ديفلوب في الحاله الاولانيه هتبقى بتساوي الباور فريكشن في الحاله الاولانيه، لان الباور اوتبوت بزيرو، فقدرت اجيب الباور فريكشن اقدر ان انا استغلها في الحاله الثانيه عند اللود. تمام. يبقى كده انا عرفت انا هبدا المساله ازاي او ايه اللي انا محتاجاه من المساله.
تمام. يبقى كده نبدأ بقى نحل المسألة، نقول الباور ديفلوب بتساوي الـ E في الـ IA، تمام. الـ E عندي أو لسه حاسباها في الـ IA، لسه حاسباها برضو، طلع الباور ديفلوب 747.3 واط، تمام كده. الباور اوتبوت بزيرو لان ده عند النولود، يبقى الباور ديفلوب بيساوي الباور بتاع الفريكشن بيساوي 747.3 واط، تمام كده. في الحاله الثانيه الباور انبوت هتبقى بتساوي الباور اوتبوت زائد الباور كابر بتاع الفريكشن بتاع الفيلد زائد الباور كابر بتاع الارميتشر زائد الباور بتاعه الفريكشن، تمام كده. معلش طيب الباور كابر بتاعة الارميتشر هتبقى بتساوي الاي اي تربيع في الريزيستنس. طب الاي اي في الحالة التانية بتساوي ايه؟ بتساوي 59 امبير. جبتها منين؟ ما هو مديني ان الباور توتال بستين امبير، وانا عارفة ان التيار بتاع الفيلد بواحد امبير، يبقى قدرت اجيب التيار بتاع الارميتشر اللي هي 59 امبير، تمام. يبقى قدرت اجيب الباور كابر بتاع الارميتشر، واقدر اجيب الباور كابر بتاع الفيلد اللي هو الاي فيلد تربيع في الريزيستنس بتاعة الفيلد، والاتنين عندي قدرت ان انا احسبها ب 250 واط. واقدر ان انا احسب الباور انبوت اللي هي الفولت السبلاي اللي هو 250 فولت في التيار اللي بيتسحب من السبلاي اللي هو 60 امبير، هيطلع ب 15000 واط، تمام كده. اقدر ان انا احسب الباور اوتبوت، اقول ان هي بتساوي الباور انبوت ناقص الباور كابر بتاع الفيلد زائد الباور كابر بتاع الاميتشر زائد الباور بتاع الفريكشن اللي احنا لسه جايبينه عند الحاله بتاعه النولود، تمام كده. قدرت احسب الباور اوتبوت، يبقى اقدر احسب الافشنسي، اقول الباور اوتبوت على الباور انبوت هتطلع في الاخر الافشنسي ب 86%، تمام كده. تاني حاجه هو عايزها، عايز السبيد ريجوليشن. السبيد ريجوليشن يعني ايه؟ يعني عايز التغير في السبيد من النو لود للفول لود نسبه الى ايه؟ نسبه للفول لود كارنت، يعني ان نو لود ناقص الان فول لود على الان فول لود، تمام كده. هو ما ذكرليش ان الفيلد طاير، يعني الكي فاي ثابته، واحنا عارفين ان الاي بتساوي الكي فاي في الاوميجا، يعني اقدر اعمل علاقه ما بين الاي اللي هي عند النو لود والاي عند الفول لود بنسبه، هعمل علاقه ما بينهم وما بين السبيد عند النو لود والسبيد عند الفول لود، تمام كده. يبقى اقدر ان انا اجيب الاي بتاعه النو لود، انا عارفاها لسه جايباها اهو هنا، اقدر ان انا اجيب الاي بتاعه الفول لود اللي هو 250 اللي هو فولت السبلاي ناقص 59 اللي هو التيار بتاع الارميتشر في الريزيستنس بتاعه الارميتشر، قدرت ان انا احسبها. والسبيد ان نو لود على ان فول لود، تمام. هضرب طرفين في وسطين، الان نو لود هتطلع بتساوي 1.78 او 723.000 من الان فول لود، نعوض في القانون دوت هيطلع لي ان السبيد ريجوليشن في الاخر ب 7.23%، تمام كده. دي كده تاني مسألة. تالت مسألة بيقول لي 90 هورس باور 500 فولت 1000 RPM 6 بول دي سي شنط موتور with a wave connecting armature. The shunt field resistance is 500 ohm and the total armature resistance 15 ohm. The motor has a full load efficiency of 9/10. يعني الافشنسي بتسعين في المية. if there are 500 conducting، يعني الزد بتساوي 500. عايز اول حاجة الflux per pole، وعايز بعد كده اليوسفول تورك او الاوتبوت تورك اللي موجودة عندي. طيب هو دي مش موجودة، هي try to solve، بس انا هقول لكم فكرة المسألة. اول حاجة هو بيبقى عايز ايه؟ هو دلوقتي عايز الفلوكس، تمام، وعايز الاوتبوت تورك، تمام. يبقى اقدر ان انا احسب ايه اللي في الاول؟ اقدر ان انا احسب الاي عشان اجيب منها، يعني اقول ان الاي بتساوي الكي فاي في الاوميجا، فاقدر ان انا احسب الفلوكس، تمام. الاي اقدر ان انا احسبها الفولت بتاع سبلاي ناقص الاي اي في الار اي، واقدر ان انا اجيب الاي اي، واقدر ان انا احسب الاي هتبقى بتساوي قد ايه، تمام. طيب دلوقتي هو مش مديني الاي
التيار اللي مسحوب من السبلاي، طب اقدر اجيبه ازاي؟ ما هو مديني الافشنسي ومديني الباور اوتبوت، مش الافشنسي بتساوي الباور اوتبوت على الباور انبوت. اقدر اقول ان الافشنسي بتساوي 90 على 100 بتساوي الباور اوتبوت اللي هي 90 في 746 علشان احولها الواط على الباور انبوت. يبقى اقدر ان انا احسب الباور انبوت، مش الباور انبوت هتبقى بتساوي الفولت بتاع السبلاي في التيار المسحوب، باور انبوت عندي والفولت بتاع السبلاي عندي، بقدر ان انا احسب التيار. قدرت احسب التيار، اقدر اجيب الاي فيلد واقدر اجيب التيار بتاع الارميتشر. تمام كده، يبقى اقدر احسب ايه؟ اقدر احسب الاي. تمام، بعد ما حسبت الاي هتبقى بتساوي الكي فاي في الاوميجا. تمام، الاوميجا هي عندي موجوده مديها لك اهو 1000 ار بي ام. تمام، قدرت ان انا احسب كده الكي في الفاي هتبقى بتساوي ايه؟ الكي احنا اتفقنا ان هي بتساوي البي في الزد على 2 باي ايه، البي اللي هي نمبر اوف بولز اللي هي 6، والزد اللي هي 500 اللي هي الكوندكتورز اللي هو مديها لي دوت، على الاي نمبر اوف بارل باثز اللي هو 2 عشان هو قايل لك ويف كونكتنج. اقدر ان انا احسب ايه؟ اقدر ان انا احسب منها الفاي. ولو عايز احسب اليوسفول تورك، اليوسفول تورك بيساوي ايه؟ بيساوي الكي فاي في التيار. تمام، الكي فاي عندي وانا خلاص حسبت الكي فاي بتساوي ايه والتيار عندي برضو، او ممكن احسبها اقول ان الباور بتساوي ان التورك، مش الباور بيساوي التورك في الاوميجا. يبقى اقدر احسب اقول التورك بيساوي الباور على الاوميجا، الباور عندي والاوميجا عندي، يبقى اقدر ان انا احسب الاوبوت تورك. تمام، دي كده المسألة رقم 20، حلوها بقى بايديكم. انا قلت لكم الفكرة وتقريبا حلتها يعني وانا بتكلم، حلوها انتوا بقى على الورق وشوفوها هتطلع معاكم، والنتائج موجودة اهيت. بس دي 19 يعني في هنا صفر بعد العلامة العشرية. تمام، المسألة اللي بعد كده بيقول لي 10 هورس باور. طب اتفقنا ان الجيفن اللي موجودة في المسألة ديت هي الاوبوت عند الفول لود. تمام، بيقول لي 90 هورس باور 400 فولت شنت موتور هاز ارميتشر اند فيلد ريزيستنس ب 5 من 100 اوم و 200 اوم اند اتس فول لود افشنسي، الافشنسي عند الفول لود 85%. كالكيوليت ذا ستارتنج ريزيستنس تو بي انكلودد، عايز الريزيستنس اللي انا اضيفها في حاله الستارتنج علشان اخلي التيار بتاع اللي مسحوب يبقى توايس ذا فول لود فاليو اند ذا ستارتنج وين ستارتنج ذا ماشين، يعني التيار اللي هيسحبه في الستارتنج هيبقى ضعف التيار النومينال او التيار عند الفول لود. عايز يحسب ساعتها الريزيستنس اللي انا اضيفها في الدايره. تمام، اول حاجه اتفقنا ان احنا هنعملها نحسب ايه؟ نحسب التيار بتاع الفيلد. التيار بتاع الفيلد يساوي الفولت اللي هو 400 فولت على الريزيستنس بتاعه الفيلد اللي هو 200 اوم، هتطلع بتساوي 2 امبير. طيب الافشنسي مديها لي 85%، يعني الباور اوتبوت على الباور انبوت هتبقى بتساوي 85%، والباور اوتبوت عندي عند الفول لود اللي هو 10 هورس باور نحولها الواط نضربها في 746، هيطلع لي في الاخر ان الباور انبوت بيساوي 8776 واط. تمام، الباور انبوت بيساوي الفولت في التيار، يبقى اقدر ان انا احسب التيار عند الفول لود طلع لي ب 21.9 امبير. يبقى عايز احسب التيار في الحاله الثانيه بقى عند الستارتنج. عند الستارتنج التيار اتفقنا ان هو بيساوي ضعف التيار عند الفول لود، يعني اقدر ان انا اضرب التيار دوت في 2 عشان اجيب التيار بتاع الستارتنج، هيطلع لي ب 43.88 امبير من 100 امبير. تمام، التيار بتاع الارميتشر ستارتنج هقدر ان انا اجيبه، التيار بتاع الستارتنج اللي انا لسه جايباه ناقص التيار بتاع الفيلد اللي هو ب 2 امبير اللي انا لسه جايباه برضو، الفيلد ما اتغيرش يبقى التيار ما اتغيرش بتاع الفيلد. تمام، يعني اقدر اقول ان الفولت بيساوي، ارجع للمعادله بتاعتي الاصليه، الفولت بيساوي الاي اي زائد الاي اي في الار اي زائد الاكس external resistance اللي انا هضيفها علشان وقت الستارتنج. تمام، during starting في اول الستارتنج اصلا ما كانش فيه developer، يعني ما كانش فيه EA،
اي اي ديت كانت بتساوي زيرو، يبقى الفولت بيساوي الاي اي بلس الار اي في الار اكس. ليه طيب ما كانش فيه ايه؟ مش احنا اتفقنا ان الاي دي بتساوي كي فاي في الاوميجا؟ طب ما عند الستارتنج سبيد بتاعه الموتور كانت بتساوي زيرو، يبقى الاي هي كمان كانت بتساوي زيرو. يبقى اقدر ان انا احسب الار اكسترنال هتطلع بتسعة ونص اوم. تمام. المسألة اللي بعد كده بيقول لي when running on no load 400 volt shunt motor takes 5 امبير. عند النو لود الفولت بتاع سبلاي 400 فولت، تمام، التيار بتاع النو لود بيساوي 5 امبير، ارميتشر ريزيستنس نص اوم، اند فيلد ريزيستنس ب 200 اوم. فايند ذا اوتبوت اوف ذا موتور ان هورس باور، عايز الباور اوتبوت بتاعه الموتور ان هورس باور والافشنسي بتاعه الموتور عند الفول لود اند فول لود اند تيكينج ا كارنت اوف 50 امبير. يعني التيار بتاع الفول لود ب 50 امبير، وعايز كمان السبيد برسنتج تشينج ان سبيد فروم نو لود تو فول لود. تمام كده. اول حاجه هنستغل، اتفقنا ان احنا هنستغل النو لود في ايه؟ هنستغل النو لود كونديشن عندي ان انا احسب الباور بتاع الفريكشن، علشان اخد الباور بتاع الفريكشن ديت واستغله في الحاله الثانيه عند الفول لود، واقدر ان انا اجيب منه الباور اوتبوت بيساوي الباور انبوت ناقص الباور بتاع الفريكشن. تمام، اتفقنا على الحاجه دي. تمام. التيار بتاع الفيلد اول حاجه هجيبها 400 فولت على 200 اوم بيساوي 2 امبير. التيار عند النو لود كان بيساوي 3 امبير. الباور انبوت هتبقى بتساوي الباور كوبر ارميتشر زائد الباور كونستانت اللي هي بتاعه الفيلد وبتاعه الفريكشن. تمام. الباور انبوت هتبقى بتساوي 5 امبير في 400 فولت، هيطلع ب 2000 واط. الباور كبر بتاعه الارميتشر الاي اي تربيع اللي هو 3 في الار اي اللي هو نص، هيطلع بتساوي 4.5 واط. تمام. يبقى اقدر اجيب الباور كونستانت اللي هي الباور انبوت ناقص الباور كبر بتاعه الارميتشر، قدرت ان انا اجيبها ب 1995.5 واط. طيب عند الفول لود، عند الفول لود كان الباور انبوت بكام؟ هو كان بيسحب 50 امبير، يبقى اضرب 50 في 400 فولت هيطلع لي ب 20000 واط. طيب التيار بتاع الارميتشر عند الفول لود هيبقى بيساوي 50 ناقص 2 اللي هو الفول لود كارنت ناقص التيار بتاع الفيلد، هيطلع لي في الاخر ان الارميتشر كارنت بيساوي 48 امبير. اقدر ان انا احسب الباور كوبر الارميتشر في الحاله الثانيه عند الفول لود، واقدر ان انا احسب الباور اوتبوت اللي هي بتساوي الباور انبوت ناقص الباور كوبر بتاعه الارميتشر عند الفول لود زائد الباور كونستانت، الباور كونستانت اللي هي عند اللي هي نفسها عند النو لود اللي انا لسه حاسباها. قدرت اجيب الباور اوتبوت، يبقى قدرت ان انا احسب الافشنسي بتساوي الباور اوتبوت على الباور انبوت في المية، طلعت لي الافشنسي ب 84.26%. تمام. المسألة اللي بعد كده بقى هندخل على مسائل اصعب شوية ان شاء الله، يعني نحلها بطريقة مبسطة. اول مسألة بتقول لي 220 فولت 20 كيلو واط، احنا اتفقنا ان دي كده عند الفول لود 1200 ار بي ام. دي سي شنت موتور هاز فول لود افشنسي اوف 85%. يبقى انا كده عندي كل البيانات عند الفول لود. ذا فيلد اند ارميتشر ريزيستنس، كمان مديني الفيلد والارميتشر ريزيستنس ب 110 و 25 من 100 اوم. تمام. Neglecting the friction losses and armature, neglecting rotational losses and armature reaction, calculate the value of resistance to be inserted in the armature to reduce the speed to 900 rpm when the load torque is constant. يعني عايز يحسب الarmature resistance اللي انا هضيفها على عن الarmature field، على سوري الارميتشر الاكسترنال ريزيستنس اللي انا هضيفها على دايره الارميتشر، علشان تخلي لي السرعه بتاعتي تبقى 900 ار بي ام في حاله، اول حاله ان اللود تورك كونستانت،
تاني حالة ان اللود تورك از دايركتلي بروبيشنال تو تو ذا سبيد، يعني اللود تورك بيتناسب مع السبيد، وعند اللود تورك بيتناسب مع مربع السرعة. تمام، نمسك حالة حالة. طيب اول حالة بيقول لي عند اللود تورك is constant، يعني التورك بتاع اللود واحد هيساوي التورك بتاع اللود اتنين، يعني التيار بتاع اللود واحد هيساوي التيار بتاع اللود اتنين. ليه؟ لان هو ما قاليش ان الفيلد حصل فيه اي تغيير. تمام كده. يبقى الباور انبوت هو عاوز ايه؟ طيب هو عايز اول حاجه الريزيستنس. طيب عايز الريزيستنس عند اللود تورك is constant. تمام، هنستغل اول حاجه، هنستغل الفول لود يعني الجيفن اللي هو مديهالي عند الفول لود. تمام، هو دلوقتي مش مديني التيار اللي بيتسحب من السبلاي، يبقى لازم اول حاجه احسب التيار اللي بيتسحب من السبلاي علشان اقدر ان انا لما احط اجيب ريزيستنس احطها اعرف ان انا احسبها من القانون دوت. الاي بتساوي الفولت ناقص الاي اي في الار اكسترنال زائد الار اي، يبقى لازم اكون عارفه التيار بتاع الارميتشر دوت او التيار اللي بتسحب من السبلاي. تمام، يبقى اقدر احسبه من ايه؟ اقدر احسبه من الافشنسي. طب الافشنسي مش بتساوي الباور اوتبوت على الباور انبوت؟ طب الباور اوتبوت بقد ايه؟ والباور اوتبوت هو قايل لي اهو ان هي بتساوي 20 كيلو وات، والافشنسي عندي، يبقى اقدر احسب الباور انبوت هتطلع ب 23529 وات. تمام كده. طب ما الباور انبوت بتساوي الفولت بتاع السبلاي في الكرنت اللي بيتسحب من السبلاي، يبقى اقدر ان انا احسب الكرنت بتاع السبلاي لان انا عندي الباور انبوت وعندي الفولت. قدرت ان انا احسب التيار اللي بيتسحب هيطلع ب 106.95 من 100 امبير. طيب تمام كده، يبقى كده قدرت ان انا احسب التيار الفول لود اللي بيتسحب من السبلاي. عايز احسب بقى التيار بتاع الارميتشر، يبقى احسب التيار بتاع الفيلد. طب التيار بتاع الفيلد بيساوي الفولت بتاع السبلاي على الريزيستنس بتاعه الفيلد، يبقى بتساوي 220 فولت على 110 اوم، هيبقى بتساوي 2 امبير. تمام، يبقى احسب التيار بتاع الارميتشر، هيبقى هنطرح الاثنين مع بعض هيطلع ب 104.95 من 100 امبير. تمام، قدرت ان انا احسب كده التيار بتاع الارميتشر. طيب عايز احسب دلوقتي الاي اي او الاي في الحاله الاولانيه عند الفول لود، لسه ما ضفتش اي ريزيستنس دلوقتي. طيب الاي في الحاله الاولانيه بتساوي الفولت بتاع السبلاي ناقص الاي اي في الار اي، ده كله معلوم عندي، يبقى قدرت ان نحسب الاي واحد. تمام كده، يطلع ب 193 فولت و76 من 100. تمام كده، علشان احسب الار اكسترنال هنستخدم انهي علاقه؟ نستخدم ان العلاقه اللي هي بتقول ان الاي 2 على اي 1 هتساوي ان 2 على ان 1، ان الفيلد ما حصلش فيه اي تغيير. تمام، يبقى اقدر ان انا احسب الاي 2 عن طريق ان انا اضرب اي 1 اللي انا لسه جايباها في ال ان 2 اللي هو مديهالي اللي هي 900 ار بي ام على ان 1 اللي هو برده مديهالي ب 1200 ار بي ام. قدرت احسب الاي 2 طلعت ب 145.32 من 100 فولت. تمام، استخدم بقى القانون ده علشان احسب الار اكسترنال، الفولت بتاع السبلاي عندي، الاي اي في الحاله الثانيه عندي، لان هو قال لي ان اللود تورك كونستانت، يعني الاي اي 1 تساوي الاي اي 2، وانا جايب الاي اي 1 اهو ب 104.95 من 100 امبير، يبقى اقدر اجيب الار اكسترنال طلعت ب 461 من 1000 اوم. بس كده قدرت ان انا احسبها كده في الحاله الاولانيه. طب في الحاله الثانيه هو قايل لي ان اللود تورك بيتناسب مع السرعه، يعني تي 1 على تي 2 هتساوي ان 1 على ان 2 هتساوي الاي اي 1 على اي اي 2. طيب ما انا عندي ان 2 وعندي ان 1 وعندي اي اي في الحاله الاولانيه اللي انا لسه جايباها عند الفول لود اهيت، يبقى اقدر ان احسب التيار في الحاله الثانيه. قدرت ان احسب التيار في الحاله الثانيه، وكنت حاسبه اهوت الاي في الحاله الثانيه اهيت اللي هو دوت مش هيتغير، ان السرعه هتفضل برضو تتناسب مع الاي. تمام، يبقى اقدر ان انا احسب الار اكسترنال، دي طلع سهله اهوت وما فيهاش اي حاجه. تمام، طيب التاني مطلوب بيقول لك التورك لود بيتناسب مع مربع السرعه، بيتناسب مع مربع السرعه، يعني التورك
واحد على تي اتنين هتبقى بتساوي ان واحد على ان اتنين كل تربيع هيتناسب برضه مع التيار الاي اي واحد على اي اتنين. تمام، الاي اي اتنين دلوقتي لو عايز احسبها اقول ان اتنين تربيع في الاي اي واحد على ان واحد تربيع، الاي اي واحد عندي والان اتنين عندي والان واحد عندي، اقدر ان انا احسب التيار في الحالة التانية، وبرضه عندي الاي في الحالة التانية لان برضه الاي هتفضل تتناسب مع السرعة، يبقى اقدر ان انا احسب الار اكسترنال من القانون دوت. طب لو قال لي ان التورك بيتناسب مع عكس يعني بيتناسب مع عكس السرعه، يعني كل ما التورك يزيد كل ما السرعه هتقل، اقدر ان انا استخدم القانون اللي هو بيقول لي تي واحد على تي اتنين هيساوي ان اتنين على ان واحد، وهعمل نفس اللي حصل هنا وهجيب برضو الار اكسترنال اللي انا هحطها في الدايره. السؤال اللي بعد كده بيقول 220 فولت 220 فولت 220 امبير 750 ار بي ام سيبريتلي اكزايتد موتور. لازم تركز جدا، بيقول لي سيبريتلي اكزايتد موتور يعني دلوقتي مش هحسب التيار بتاع الفيلد لان التيار بتاع الفيلد منفصل تماما عن التيار بتاع الاربيتشر، يعني الموتور بيسحب التيار بتاع السورس هو هو التيار بتاع الارميتشر. هاز ان ارميتشر ريزيستنس ب 5 من 100 اوم، ومفيش داعي دلوقتي ان هو يديك الريزيستنس بتاعه الفيلد الا اذا كان هيستخدم دايره الفيلد في حاجه. تمام، دراي its driving a load whose torque has an expression. الاكسبريشن بتاع التورك اللي بيسحبه اللود دوت بتبقى بتتناسب مع السرعه، هتبقى بتساوي 500 ناقص 25 من 100 ان اللي هي السرعه نيوتن متر، وير الان از سبيد ان ار بي ام. الان ديت هي السرعه بالار بي ام يعني مش بالريت بير سكند. سبيد بيلو rated or obtained by armature voltage control، يعني لو عايز اقل بالسرعه عن ال 750 ار بي ام عند الريتد سبيد يعني هبدا ان انا استخدم الارميتشر فولتج كنترول، الفيلد هيبقى كونستانت وعند الريتد. طيب لو كان السبيد لو اند سبيد ابوف الريتد ار اوبتيند باي، لو عايز اعلى بالسبيد عن السبيد في الريتد سبيد هبدا ان انا استخدم الطريقه الفيلد كنترول، وهخلي الارميتشر فولتج عند الريتد. اول حاجه بقى بيقول لي عايز كالكيوليت التيرمينال فولتج اند ارميتشر كارنت وين ذا سبيد از 400 ار بي ام، عايز السرعه، عايز الفولت بتاع الفولت تيرمينال والارميتشر كارنت لو كانت السبيد ب 400 ار بي ام. طيب السبيد اللي ب 400 ار بي ام دي هل هي اعلى من الريتد ولا اقل من الريتد سبيد بتاعه الموتور؟ هي اقل من الريتد، يعني هو دلوقتي هيستخدم الارميتشر فولتج كنترول، يعني هيغير الفي تيرمينال او التيرمينال فولتج بتاعه الموتور وهيخلي لي الفيلد ثابت وعند القيمه الريتد بتاعته. تمام كده. طيب في الحاله الثانيه بيقول لي كالكيوليت الفاليو اوف فلوكس از از برسنتج اوف ريتد فلوكس، عايز قيمه الفلوكس نسبه او برسنتج من الريتد فلوكس لو السبيد ديت كانت ب 1500 ار بي ام. 1500 ار بي ام دي اعلى من الريتد سبيد، يعني هيستخدم فيلد كنترول يعني وهيخلي لي الارميتشر فولتج القيمه الريتد بتاعتها. تمام كده، خلينا في الحالة الأولانية. أول حالة عايز يحسب الفي تيرمينال والآي بتاعة الأرميتشر. أول حاجة لازم أستغل الريتد الريتد جيفن يعني أو الجيفن اللي مديهالي عند الريتد فاليو أو الأوتبوت فاليو اللي موجود. تمام، آت ال إن بتساوي 700 آر بي إم، أقدر إن أنا أستفاد بيها في إيه؟ أقدر إن أنا أجيب الكيفاي منها، اقدر ان انا اجيب منها برضو التورك بتاع الفريكشن، اقدر استخدم بقى الحاجات ديت في الحالة التانية لما يعمل سبيد كنترول او لما يغير في الفولت تيرمينال والتيار بتاع الارميتشر. تمام كده، يبقى اقدر ان انا احسب
التورك لود في الحالة الأولانية من المعادلة ديت ال N هو قايل لي ب 750 RPM، يعني التورك لود في الحالة الأولانية ب 312.5 نيوتن متر، وفي الحالة التانية اللي هو عايزها عند 400 RPM التورك لود كان بيساوي 400 نيوتن متر. تمام كده. في الحالة الأولانية الفولت هيبقى بيساوي الـ E1 زائد الـ IA1 في الـ RA. اتفقنا إن الفيلد دلوقتي هيبقى كونستانت وعند الريتد. طيب خلينا نشوف الفيلد دلوقتي الريتد هو بيساوي قد إيه. الفولت الـ E هتبقى بتساوي 220 الفولت تيرمينال هو مديهالي ناقص الـ 220 التيار بتاع الارميتشر في الريزيستنس بتاعه الارميتشر هيطلع لي ب 209 فولت. طب اقدر احسب الكي فاي ريتد اللي موجوده في المساله، هتبقى بتساوي الاي على اوميجا عند السبيد 750 ار بي ام، هتطلع لي ب 2.67 من 100 فولت سكند. يبقى اقدر ان انا احسب التورك ديفلوب او التورك الكتريك في الحاله الاولانيه هيساوي الكي فاي في الاي اي. الكي فاي انا جبتها الاي اي موجوده 220 امبير، اقدر ان احسب التورك ديفلوب في الحاله الاولانيه. يبقى اقدر ان انا احسب التورك فريكشن في الحاله الاولانيه هيبقى بيساوي التورك ديفلوب ناقص التورك بتاع اللود اللي انا لسه جايباه. يبقى قدرت ان انا احسب التورك فريكشن في الحاله الاولانيه. طب ما التورك فريكشن دوت بيتناسب مع ايه؟ بيتناسب مع السرعه. يعني التورك فريكشن في الحاله الاولانيه على التورك فريكشن في الحاله الثانيه هيبقى بيساوي السبيد في الحالة التانية على السبيد في الحالة الأولانية. تمام كده. يبقى أقدر إن أنا أحسب التورك فريكشن في الحالة التانية اللي هو بيساوي 400 RPM على 750 RPM في التورك فريكشن في الحالة الأولانية اللي أنا لسه جايباه. تمام كده. هيطلع لي بالتورك فريكشن في الحالة التانية ب 147.68 من 100 نيوتن متر. تمام. طيب التورك الكتريك في الحاله الثانيه هيبقى بيساوي التورك لود في الحاله الثانيه زائد التورك فريكشن في الحاله الثانيه. طب التورك لود في الحاله الثانيه هو عندي وانا جبته 400 نيوتن متر، والتورك فريكشن في الحاله الثانيه هو برضو انا جبته، يبقى اقدر اجيب التورك الكتريك في الحاله الثانيه هيطلع لي ب 547.68 من 100 نيوتن متر. يبقى اقدر دلوقتي احسب الاي اي 2 اللي هو التيار بتاع الارميتشر في الحاله الثانيه، لان هو قايل لي ان الفيلد اهوت ثابت، يعني الكي فاي ثابته، التورك انا جبته الكي فاي ثابته وبالقيمه اللي انا جبتها اهي، هتطلع في الاخر ان التيار بتاع الارميتشر ب 205.1 امبير. تمام. قدرت احسب كده التيار بتاع الارميتشر في الحاله الثانيه. محتاجه ان انا احسب برضو علشان استخدم القانون الفولت بتاع التيرمينال بيساوي الـ E زائد الـ IA في الـ RA. الـ IA انا خلاص جبته، محتاجة ان انا اعرف برضو ايه، محتاجة ان انا اعرف الـ E2 ديت. طيب هي مش الـ E بتتناسب مع السرعة لان الـ KFI او الـ Field هو هنا ثابت، يبقى اقدر ان انا احسب الـ E2 عن طريق N2 على N1 في الـ E1، هيطلع لي ان الـ E2 بتساوي 111.46 من 100 فولت. تمام كده. قدرت ان انا احسب الـ E2 وقدرت ان انا احسب الـ IA2، اقدر ان انا احسب الفولت تيرمينال اللي موجود في الحالة التانية علشان اعمل سبيد كنترول واقلل السرعة ل 400 RPM، طلع ب 121.72 من 100 فولت. طيب الحالة التانية بيقول لي انا عندي السبيد ب 1500 RPM، الفولت تيرمينال ما تغيرش وبقى ب 220 فولت. دلوقتي هتحكم في الفلوكس او في دايرة الفيلد علشان اوصل السرعة ل 1500 RPM. تمام. وعايز الفلوكس نسبة الى الريتد. طيب اول حاجة هقول ان الـ V2 هتبقى بتساوي ايه؟ هتبقى بتساوي الـ E2 بلس الـ IA2 في الـ RA. طيب الـ V terminal موجودة ب 220 فولت، الـ RA انا عارفاها، بس انا اعرف التيار في الحالة التانية مش عارفاه، اعرف الكي فاي في الحالة التانية برضو مش عارفة، انا عارفة الاوميجا في الحالة التانية اللي هي السرعة اللي هو عايز يوصل لها اللي ب 1500 RPM، اضربها في 2 باي على 60 هيطلع لي السرعة بالريت بير سكند. طيب اقدر ان انا اجيب التورك لود من ايه؟ تمام. انا جبت دلوقتي السرعة. تمام.
بعد كده اقدر ان انا اعوض هنا في المعادلة ديت اللي هي الفولت ب220 فولت بيساوي الاوميجا اللي انا جبتها ب157 ريد بير سكند في الكي فاي بلس ال25 من 1000 اوم اللي هو الريزيستنس بتاعه الارميتشر في التيار بتاع الارميتشر في الحاله الثانيه. طب التيار بتاع الارميتشر في الحاله الثانيه هتبقى بيساوي التورك الكتريك في الحاله الثانيه على الكي فاي. انا بحاول دلوقتي دي كده ممكن اسميها المعادله رقم واحد، قدرت ان انا اجيب معادله فيها الكي فاي وفيها التيار، عايز اجيب معادله ثانيه برضو فيها الكي فاي وفيها التيار بحيث ان انا احلهم مع بعض فاقدر ان انا اجيب الكي فاي بكام والتيار بكام. تمام، اقدر ان انا اجيب التورك ديفلوب من منين، مش بالتورك ديفلوب في الحاله الثانيه بيساوي التورك فريكشن بلس التورك بتاع اللود. طيب التورك بتاع اللود مش هو قايل لي، سوري مش هو قايل لي هنا اهو ان التورك بتاع اللود مديني المعادله ديت، اقدر ان انا اعوض بالسرعه اللي هي 1500 ار بي ام، فاقدر ان انا اجيب التورك بتاع اللود هيطلع ب 125 نيوتن متر. تمام، والتورك فريكشن احنا اتفقنا زي الحاله اللي فاتت، التورك فريكشن في الحاله الاولانيه على التورك فريكشن في الحاله الثانيه هيساوي هيتناسب مع السرعه. تمام كده، يبقى اقدر ان انا اجيب التورك فريكشن في الحاله الثانيه، قدرت ان انا اجيبها، والتورك الكتريك اقدر ان انا اجيبه دلوقتي بيساوي التورك فريكشن زائد التورك بتاع اللود، جبت التورك فريكشن وجبت التورك بتاع اللود، يبقى اقدر اجيب التورك الكتريك، يبقى اقدر ان انا اجيب دلوقتي معادله للتيار برضو، معادله للتيار فيها الكي فاي، اقدر ان انا احل المعادلتين دول مع بعض. تمام، لو حليت المعادلتين دول مع بعض هيطلع لي الكي فاي بيساوي 1.32 من 100 فولت سكند، وهيطلع له قيمتين يعني علشان دوت معادله سكوير معادله تربيعيه، هيطلع لي برده ب 82 من 1000 فولت سكند. طب اختار انهي واحد فيهم؟ هحسب دلوقتي التيار في الحاله ان الكي فاي بيساوي الرقم ده وان الكي فاي بيساوي الرقم دوت، واشوف انهي فيهم المناسب اكتر للايه للموتور اللي عندي. التيار في الحاله ان الكي فاي بيساوي 1.32 من 100 فولت سكند كان التيار بيساوي 514 امبير، وفي الحاله الثانيه كان التيار بيساوي 8485 امبير. ده تورك، ده تيار كبير جدا ممكن اصلا ان هو يدمر الموتور اللي عندي، فعشان كده هرفيوز القيمه ديت وهقول ان الكي فاي بيساوي 1.32 من 100 فولت سكند، هجيبها نسبه للكي فاي ريتد اللي هي ب 2.67 من 100 فولت سكند، هتطلع بتساوي 49.5%. تمام كده، المسألة اللي بعد كده بيقول لي 500 فولت separately excited دي سي موتور taking an armature current of 100 امبير when driving its mechanical load at rated speed of 600 rpm. يعني الفولت تيرمينال ب 500 فولت سيبريتلي اكزايتد دي سي موتور، تمام، يعني الفيلد لوحده والارميتشر لوحده، ارميتشر كارنت الاي اي اي بتساوي 100 امبير درايفنج ان السرعه عند الريتد ب 600 ار بي ام، ذا توتال ميكانيكال تورك از ا فانكشن اوف سبيد. الميكانيكال تورك عامله المعادله ديت في الفانك، يعني واخده فانكشن اوف سبيد، والعلاقه ما بينهم هي العلاقه اللي مديها لي ديت. تمام كده، اول حاجه بحيث ان الاوميجا ام اللي هو محطوطه هنا في المساله او موجوده هنا في المعادله هي السبيد بالراد بير سكند. تمام كده، ذا ارميتشر سيركت ريزيستنس 4/10 اوم، كالكيوليت ذا تورك ات ريتد سبيد اند فاليو اوف كي، عايز التورك عند الريتد سبيد والفاليو اوف كي. تمام، طيب هجيب اول حاجه التورك ميكانيكال، التورك ميكانيكال اللي هو معادله اللي هو مديها لي هيت. طيب الاوميجا هو بيقول لي عايز التورك عند الريتد سبيد، طب الريتد سبيد اللي هي ايه؟ اللي هي 600 ار بي ام، يبقى اقدر ان انا احول ال 600 ار بي ام دي لريد بير سكند، اضرب في 2 باي على 60 هيطلع لي ب 20 باي ريد بير سكند. تمام، قدرت ان انا احسب دلوقتي ايه الاوميجا ام.
طيب عايزه احسب حاجه تانية، طب عايزه احسب الكي ديت بتساوي قد ايه؟ طب ما انا لازم اعرف التورك ميكانيكال ده بيساوي قد ايه عشان احسب الكي ديت بتساوي قد ايه. تمام، يبقى اقول ان الاي اي بتساوي الفولت ناقص الاي اي في الار اي. الفولت اللي هو عندي التيار بتاع الارميتشر، عندي ريزيستنس بتاعت الارميتشر، عندي قدرت احسب الاي اي. يبقى دلوقتي ممكن ان انا احسب التورك الاي اي بتساوي الكي فاي في الاوميجا، الاوميجا برضو عندي، يبقى اقدر احسب الكي فاي. يبقى اقدر اقول ان التورك ديفلوب بيساوي الكي فاي في الاي اي. الكي فاي اللي هي انا لسه حاسباها ب 7.32 فولت سكند، في الاي اي اللي هي 100 امبير طلع لي ب 732 نيوتن متر. يبقى عوض بيها في المعادله ديت هيطلع لي ان قيمه الكي ب 244، ودي قيمه كونستانت يعني قيمه ثابته. اعوض بيها في المعادله ديت طلع لي ان التورك ميكانيكال بيساوي قيمه الكي اللي هي ب 244 في 1 زائد اوميجا ام على 20 باي زائد اوميجا ام على 20 باي الكل التربيع. بعد كده المطلوب اللي بعده بيقول if the speed increased by 700 rpm، يعني ال speed زادت ل 700 rpm، ال field by field weakness by field weakness what percentage change to. طيب هو زود السرعة عن طريق ان هو قلل الفلوكس. تمام، عايز بقى البرسنتج بتاع التغيير الفلوكس، وعايز الارميتشر كارنت وود بي ريكوايرد، وكومنت عايز كومنت على النتائج اللي انت هتطلعها. تمام كده. بيقول بقى اول حاجه هقول ان ان بتساوي 700 rpm، جيب طبعا الاوميجا الاول، واجيب التورك من المعادله اللي انا لسه جايباها ديت. جبت التورك ديفلوب، اقدر ان انا اجيب التيار عن طريق التورك ديفلوب دوت على الكي فاي. الكي فاي طبعا في الحاله الثانيه انا مش عارفاها، التيار في الحاله الاولانيه برضو انا لسه مش عارفاه. طيب اجيب معادله ثانيه برضو، الاي بتساوي الكي فاي في الحاله الثانيه في الاوميجا في الحاله الثانيه، الاوميجا في الحاله الثانيه انا عارفاها، الكي فاي في الحاله الثانيه انا لسه برضو مش عارفاها. طب اقدر ان انا اجيب معادله ثالثه، الفولت اللي هو انا عارفاه 500 فولت بتساوي. هما الثلاث معادلات دول هما اللي انا بستخدمهم على طول في اي مساله او في اي حاجه علشان اجيب معادلات احلها مع بعضها، فتبقى معادلات كتير بمتغيرات. ممكن يعني يكون عندي مجهولين او ثلاث مجاهيل، بس عندي ثلاث معادلات اقدر اجيب منهم الحاجات اللي انا مش عارفاها. طيب الفولت بيساوي 500 فولت، الاي بتساوي الكي فاي في الاوميجا. تمام، عن طريق المعادلة ديت زائد الاي اي 2، اعوض الاي اي 2 بالمعادلة دي في الريزيستنس بتاعت الارميتشر اللي هي باربعة من عشرة اوم، هيطلع لي معادلة في الاخر فانكشن في كي فاي بس. تمام، بس هتطلع معادلة تربيعية، هتطلع لي باتنين سليوشن. اول سليوشن اللي هو 6.44 من الف فولت سكند، ده اقل من الفولت من الكي فاي ريتد، ان الكي فاي ريتد 7.3، والتاني ب 77% فولت سكند، اقل برضو من الكي فاي. كده جبت اتنين، طب اختار انهي واحد فيهم؟ لازم اجيب التيار بتاع الارميتشر عن طريق المعادله دي. فين اي المعادله دي؟ قدرت ان انا اجيب التيار بتاع ارميتشر واحد والتيار بتاع ارميتشر اتنين في الحالتين، يعني في عند الاتنين سليوشن طلعوا الاتنين اكبر من الاي ريتد. طبعا طلع الاتنين كورنت في الحالتين اكبر من التيار بتاع الريتد، يبقى الطريقة ديت لا تصلح ان هي تبقى طريقة في الحالة ديت ان هي تبقى طريقة للسبيد كنترول. المسألة اللي بعد كده بيقول لي 400 فولت 15 كيلو وات دي سي شنت موتور تيكس 42 امبير اند رن ات ا سبيد اوف 1200 ار بي ام
the shunt field has resistance 200 ohm. Neglect rotational losses and armature reaction. What value of friction of external resistance must be included in the field circuit if it's desired to raise, لو عايز ازود ال speed ل 1500 rpm under the following condition. اول حاجة ال load torque يبقى constant عند speed مختلفة. تاني حاجة ال power constant برضو عند different speed. وبعد كده comment on the suitable of this method of speed control و comment على result اللي انت هتطلعه. طيب اول حاجة هو ال given اللي مديها لي ايه ال volt 400 volt ال power output ب 15 كيلو وات. التيار بتاع اللود ب 42 امبير. السبيد في الحالة الأولانية اللي عند الريتد ب 1200 ار بي ام. الريزيستنس بتاعة الفيلد ب 200 اوم. الباور أول حاجة عايز ارميتشر ريزيستنس اللي أنا هضيفها علشان يخلي لي السبيد ب 1500 ار بي ام. تمام. طيب أول حاجة هجيب, اتفقنا إن احنا هنجيب التيار بتاع الفيلد. التيار بتاع الفيلد هيطلع لي ب 2 امبير, وعرفنا هنجيبه ازاي. طيب اقدر احسب التيار بتاع الارميتشر في الحاله الاولانيه برضو, هتبقى بتساوي 40 امبير, لان هو 42 امبير ناقص 2 هيساوي 40 امبير. اقدر ان انا احسب دلوقتي الباور انبوت, هتبقى بتساوي الفولت اللي هو 400 ب 42 يطلع لي ب 16800 وات. الباور اوتبوت اللي هو عند الريتد ب 15 كيلو وات. الباور كابر بتاعه الارميتشر هتبقى بتساوي الاي اي تربيع في الار اي. الار اي هو مش مديها لي, يبقى سيبها زي ما هي. الباور كابر بتاع الفيلد هيبقى بيساوي الاي فيلد تربيع في الريزيستنس بتاعه الفيلد, هيطلع لي ب 800 وات. اقدر ان انا اعوض في المعادله ديت الباور بتاع الفريكشن, هو قال لي ان هو بزيرو. هو نجلكت الروتيشنال لوسز اند ارميتشر رياكشن. تمام. يبقى اقدر اجيب الار اي اللي هو الارميتشر ريزيستنس, هتطلع ب 625 من 1000 اوم. تمام. نيجي بقى نجيب اول حاجه في الكي فاي في الحاله الاولانيه. الكي فاي في الحاله الاولانيه اللي هي بتساوي الاي على الاوميجا في الحاله الاولانيه. تمام. طيب الاي في الحاله الاولانيه بتساوي الفولت ناقص الاي اي واحد في الار اي. قدرت ان انا احسبها, وقدرت ان انا احسب الكي فاي في الحاله الاولانيه. تمام كده. بعد كده نستخدم بقى الحاله الثانيه. الحاله الثانيه قال لي عند لو تورك كونستانت ات ديفرنت سبيد, يعني التورك واحد بيساوي التورك اتنين. تمام كده. يعني الكي فاي واحد في الاي اي اي واحد هيساوي الكي فاي اتنين في الاي اي اتنين. تمام. يعني الاي اي اتنين هتبقى بيساوي الكي فاي واحد على الكي فاي اتنين في الاي اي واحد. الكي فاي واحد عندي, الاي اي واحد عندي, الكي فاي اتنين مش عندي. يبقى كده قدرت اجيب اول معادلة اللي هو الاي اي فانكشن في الكي فاي اتنين. طيب عايز اجيب معادلة تانية, اقول استخدم المعادلة بتاعت الفولت بيساوي الكي فاي في الاوميجا زائد الاي اي اتنين في الار اي. الفولت عندي ب 400 فولت, الكي فاي اتنين مش عارفها, السرعة عندي 1500 ار بي ام, حولها للراد بير سكند, اضرب في 2 باي على 60 زائد الاي اي انا جبتها اهو فانكشن في كي فاي في الريزيستنس اللي انا جبتها في الحالة الاولانية. تمام. قدرت ان انا اجيب معادلة برضو المجهول الوحيد فيها هي الكي فاي اتنين. طيب الكي فاي اتنين دي معادلة تربيعية, هيطلع لي باتنين سليوشن. السليوشن الاولاني هو 2.33 تقريبا, ممكن تعوضوا فيه عشان بصراحة مش شايفة الارقام ديت. وهنقدر ان انا يقول, هو قال لي كومنت بقى. طيب يبقى اقدر ان انا اجيب اول حاجة الاي اي في الحالة بتاعت الكي فاي الاولانية, والاي اي في الحالة بتاعت الكي فاي التانية من المعادلة ديت. هيطلع لي الاتنين هم اكبر من التيار الريتد, يبقى الطريقه ديت مش سويتابل للتورك لود كونستانت. لما يكون التورك لود كونستانت ما ينفعش ان انا اقلل الفيلد كده, عشان التيار بتاع الارميتشر هيزيد عن الريتد. تمام كده.
تاني حالة بيقول لي for constant power. طب constant power يعني الباور بيساوي التورك الكتريك في اوميجا، يعني الباور الاولانية بتساوي الباور التانية، يعني التورك في الحالة الاولانية في الاوميجا في الحالة الاولانية بيساوي التورك في الحالة التانية في الاوميجا في الحالة التانية. يعني اقدر اجيب يعني اقدر اجيب تناسب ما بين التورك والاوميجا او التورك والسرعة. تمام كده، تورك واحد على تورك اتنين هيساوي ان اتنين على ان واحد. تمام كده، يبقى عايز اجيب التورك في الحالة التانية هيبقى بيساوي ال ان اتنين على ان واحد في التورك في الحالة الاولانية. التورك في الحالة الاولانية احنا لسه حاسبينه في المطلوب الاولاني اللي هو بيساوي ال كي فاي في الاي اي واحد، هيطلع ب119.2 نيوتن متر. في السرعة في الحالة التانية اللي هو 1500، السرعة في الحالة الاولانية كانت ب1200، قدرت ان انا اجيب التورك في الحالة التانية طلع ب95.36 نيوتن متر. طب التورك مش بيساوي الكي فاي في التيار، يبقى اقدر ان انا اجيب التيار بدلالة الكي فاي. طيب جبت اول معادلة التيار بدلالة الكي فاي، اقدر ان انا اعوض في المعادلة ديت برضو واجيب معادلة تربيعية فانكشن في كي فاي بس. اقدر ان انا اجيب القيمة الاولانية بتاعة الكي فاي والقيمة التانية بتاعة الكي فاي، يبقى عشان اختار واحد منهم لازم احسب التيار بتاع الارميتشر. قدرت ان انا احسب التيار بتاع الارميتشر الاولاني في الحالة الاولانية والتيار بتاع الارميتشر في حالة الكي فاي التانية، لقيت ان دي طلعت ب 600 امبير، دي قيمة عالية جدا ممكن تدمر الموتور، لكن دي ب 39.88، دي قيمة مقبولة واقل من التيار الريتد. يبقى الكي فاي في الحالة التانية هيبقى بيساوي 2.39 فولت سكند. تمام كده، طيب هو كده انا حسبت الكي فاي. طب عايز احسب التيار بتاع، عايز احسب الار اكسترنال او الاكسترنال ريزيستنس اللي انا هضيفها على المقاومه بتاعه الفيلد علشان يخلي لي السرعه تزيد كده. تمام، يبقى اقول ان الاي اف واحد على اي اف اتنين بيساوي الكي فاي واحد على كي فاي اتنين. تمام، يبقى كده قدرت اجيب تناسب ما بين الكي فاي والتيار بتاع الفيلد. مش التيار بتاع الفيلد ده بيساوي الفي اف على الار اف، تمام، دي في الحالة الأولانية، والتيار بتاع الفيلد في الحالة التانية بيساوي ال VF على ال RF بلس الريزيستنس اللي أنا هضيفها. تمام، ال كي فاي في الحالة الأولانية معايا وال كي فاي في الحالة التانية معايا، الفولت هيروح مع الفولت وال RF معايا، يبقى أقدر أحسب ال R external هتطلع ب49.2 أوم. والطريقة ديت سويتابل للباور لما تكون كونستنت. أقدر كده، احنا يعتبر خلصنا الشيت. ان شاء الله الامتحان يكون كويس عليكم. لو في اي سؤال او اي حاجة تقدروا تبعتولي مع المندوب، وانا موجودة يعني لاي سؤال او اي استفسار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.